في ثانية اللايف كان 300 400، كان بيوصل 400 عند 400، فجأة لقيت بقى اللايف فيه 50. فايه المشكلة في كده يعني، او ايه اللي حصل؟ تقييد؟ طب ليه بقى؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام، وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم، يوم يقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وبسلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج.
وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لو في حد عنده شعار يعني ان 10 دقايق اللايف مش هيرتفع هما خلاص خلصوا 10 دقايق واللايف كان 300-400 نزل 40 ما شاء الله في ثانية يعني هما دلوقتي 10 دقايق خلصوا فهو بيرتفع تاني الحمد لله بس ده من ايه يعني ده مثلا ابلاغ ولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يذكر ربنا صلى على سيدنا محمد. بلاش الانتقادات يا جماعه والله بتوقع اللايف. طيب هقرا كمان شويه شوف هيحصل ايه. في ناس كتير ضد قراءه النساء ممكن حد عمل لك بلاغ مش مشكلة احنا هنكمل رغما عن انفهم هنكمل رغما عن انفهم ان شاء الله هنكمل يعني مهما حصل والله حتى لو الاكونت اتقفل هنعمل تاني اكونت التاني عادي. السبب ثابت الصورة فبيفكر انه صور مخدعة ايوه ممكن ما هي على الله. في مثل كده بيقول لك المركب اللي على الله ما بتغرقش مش مشكلة عادي ان شاء الله لو الاكونت اتقفل من بعد الشر اعمل اكونت تاني عادي. طيب يا جماعة كمل قولي العشر ايوه خلصوا خلاص تقريبا حضرتك ما كنتش في اللايف علشان حفظت من سوني أم اللي حفظتني صراحة الله يجزيها عني كل خير ويا رب يرزقها الجنة اللهم أمين هي اللي حفظتني وهي اللي وقفت جنبي من الصفر لغاية دلوقتي لغاية الآن الله يعطيها العافية وطول العمر. والطريقة اللي حفظت بيها طبعا كنت بروح كتاب كنت بحفظ مع شيخ يعني الشيخ ده خالي برضو فالحمد لله وما زلت لغاية الآن والله بحفظ وبتعلم قراءات فوالله يا جماعة القرآن جميل القرآن جميل جدا. ثانية طيب ثانية يا جماعة لسه في سيرة أمي مش صوتي يعني احييك والله احييك يعني ما شاء الله عندك اقول ايه بس احييك بجد مش هتكلم تاني. ممكن حضرتك تروح تشوف صوتي وتشوف صوت القارئة التانية هتلاقي في اختلاف شاسع. لو انت موجود دلوقتي في اللايف روح اسمع صوتها اسمع صوتي في اختلاف يعني. وحتى لو انا عملت كده لو انا عملت كده يعني لا مش في بيت فارغ لا هو في ده المايك هو المايك اللي عامل صوت عامل صوت. حتى لو لو دخلت محتوى لقيت واحده حاطه صوت بس قران وشغله فقولي الحمد لله قولي الحمد لله فعلا يعني علشان احنا الحمد لله يعني ربنا ادانا صوت ومش صوت حلو قوي بس هو صوت يعني استخدمناه صح. انا والعياذ بالله كان ممكن اروح اي طريق تاني بس انا اخترت الطريق ده
والحمد لله متأكدة ان اللي بعمله مش حرام. بس اللهم آمين. والله يا جماعة احنا تعودنا، احنا تعودنا على الكومنتات اللي بتحرق الدم، بس ده منها ما بتحرقش عادي. اللهم آمين. الحمد لله فعلا. والله انا لا ابالي. بس الانسان متعجب، فعلا الانسان متعجب. بعض الاميرات العربيات اعطتني هديه، انا مش فاهمه، مش فاهمه صراحه. ما انا عارفه، ما انا ما رديتش على فكره طول القراءه، انا رديت وانا قاعده فاضيه بقى، انا ما خلصت رديت، ما رديتش في نص القراءه اكيد، يعني هرد عليهم اكيد لما اكون عايزه ارد عليهم، لكن مش بسيب القراءه وبرد عليهم عادي. المايك ده جاي لي هديه من السعوديه طبعا، مش كل الناس هتكون ايجابيين اكيد، وبالعكس والله الكلام السالم ده، الكلام السلبي معلش، ده هو اللي بيخلينا نبقى قويين على فكره. هو عادي كمان، مش هنلاقي ان اي حد، اي حد مش كل الناس بتحبه، او مش كل الناس مثلا هتمدحه، لا في ناس كتير هتنتقده، ولما يكون في ناس اللي بتنتقده اكتر من الناس اللي بتمدحه فده انسان ناجح، والناس دي مش حباله اصلا الخير، او مش عارفين يبقوا زيه فبينتقدوه. كمان انا ما بشوفش اصلا حد بينتقده هو على علم، بينتقده هم على جهل بجد، يعني بينتقدوا اصلا مش عارفين بيقولوا ايه. يعني الناس اللي بتقول صوت المرأة عورة، الناس دي جابت الجملة دي منين؟ جابت الجملة دي بجد منين؟ يعني ولا هي حديث ولا حتى حكمة ولا اي حاجة خالص، جابت الجملة دي منين بس؟ معرفش.